خبرت. أنا نهلة عصام، عملت دور سحر في المسرحية، مسرحية قابل للكسر، إخراج أحمد خالد، والتنفيذ كان مصطفى طارق وروان خالد. أنا ترشحت للمسرح عامة والتمثيل تبع المدرسة. كان في ميس منى جت علشان تشوفنا، يعني تشوف مين بيعرف يمثل. كان في الأول دور مذيعة، عشان أنا أصلا مذيعة في القناة الأولى، بعمل برامج حذر فذر ونفسي أكون وشقوة عيال. مسرحية المدير الميس منى جت ساعتها علشان تسأل المديرة مين كويس يعمل دور مذيعة. ساعتها المديرة رشحتني من مدرستي. في الأول عملت مسرحية كش ملك، كنت طالعة دور مذيعة، وبعد كده عملت أخذنا فيها أول جمهوري، أول القاهرة، بعد كده أول جمهوري، بعد كده عملنا المسرحية دي قابل للكسر.